بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي بالحي السابع، قال: وبقوله، أي وخرج بقوله في تعريفه للنسخ الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع هنا تراخيه عنه، يعني مع تراخي الناسخ عن المنسوخ، فخرج بالتراخي ما إذا لم يتراخى عنه، بأن كان استثناء، بأن كان صفة مع موصوف، بأن كان بدلا مع مبدل منه، وهكذا. فهذه وإن وردت وصدق عليها معظم التعريف إلا أنها خرجت بقوله مع تراخيه عنه. فإنه يعني ما اتصل بالخطاب، يعني إذا اتصل بالخطاب كاتصال المستثنى بالمستثنى منه، فالمستثنى رفع الحكم الذي ثبت به، يعني ثبت به الخطاب العام، يبقى حكم بخطاب رفع حكما بخطاب. خلي بالك الرفع ده أصلا رفع ظاهري مش رفع حقيقي، لما سبق ذكره في الاستثناء، إن الحكم إنما يكون بعد إخراج هذا الفرد. مش احنا قلنا كده؟ مش احنا قلنا في توجيه الاستثناء عدة أقوال، ومنها أننا يعني نخرج المستثنى من المستثنى منه، ثم بعد ذلك نوجه الحكم للكلام بعد الإخراج، يبقى ما أخرجوش أصلا، بس هو ظاهرا كده، هو ظاهرا أخرجه لكنه ما أخرجوش من الحكم. قال: فإنه ليس بنسخ، سواء أكان مستقلا، يعني سواء كان الاستكانة يعني الخطاب مستقلا، أو كان الخطاب يعني غير مستقل. سواء أكان مستقلا، يعني إيه؟ يعني المتراخي مستقل عن ذلك الخطاب الذي رفعه، كقوله: لا تقتلوا أهل الذمة عقب قوله: اقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين تناول كل مشرك فقد حكم عليه به القتل، ثم بعد ذلك جاء مثلا يعني وقيل: إلا أهل الذمة. فهذا الخطاب جاء بعد هذا الخطاب، جاء عقب هذا الخطاب، لم يتراخى، تراخى مدة يمكن العمل فيها بالعام على عمومه، ثم بعد ذلك جاء، يبقى ده ناسخ. طب ورد العام ثم في عقبه بدون أن يكون هناك يعني فترة زمنية من أجل العمل بالعام، ثم جاء بعد ذلك الخاص، ما الذي يكون؟ لا يكون يعني ناسخا. لماذا؟ لأنه لم يتراخى. يبقى جاء العام ثم بعد ذلك عقبه جاء الخاص، يبقى يصدق على ذلك أنه ليس متراخ عنه، مع أن الأول خطاب دل على حكم والثاني خطاب دل على حكم بخلاف ما دل عليه الأول، إلا أنه ليس متراخ عنه. أم غير مستقل، أم كان غير مستقل، كالصفة
والشرط والاستثناء، لأن الشرط مصاحب للمشروط وليس مستقلا عنه. إن دخلت الدار فأنت طالق، والاستثناء جاءت طلبته إلا خيري، والصفة يعني أكرم بني تميم العلماء، فالصفة هنا ليست متراخية عن الموصوف الذي جاء بصورة العموم، والشرط ليس متراخ عن المشروط، والاستثناء أي المستثنى، فالاستثناء هنا يكون بمعنى إيه؟ بمعنى المستثنى منه، المستثنى متراخيا عن ليس متراخيا عن المستثنى منه، بل معه في نفس المكان، ولا يستقل بنفسه ولا يفيد بغيره. وإنما اعتبر في الناسخ أن يكون متراخيا، بعد أن تكلمنا على المتراخي وما يخرج به المتراخي، السؤال الموجه الآن: لماذا اعتبرنا في الناسخ أن يكون متراخيا عن المنسوخ؟ قال: لئلا يكون الكلام متهافتا، أي متناقضا، لو لم يكن متراخيا لكان الكلام متهافتا. في بداية الكلام أوجبت على كل الناس الحكم، ثم بعد ذلك نسخت الحكم من عن بعض الناس في نفس الوقت، يعني ما الفائدة؟ ده الكلام هيكون متهافت يعني متناقض، أوله إثبات وآخره نفي، ولم نجد لذلك حكمة. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على النسخ بعد أن عرفه وذكر يعني تفاصيل التعريف ومحترزات التعريف، شرع يتكلم على أن النسخ جائز عقلا، يعني لأنه لا يترتب على فرض وقوع النسخ محال، وذلك شأن الجائز. الجائز العقلي هو الذي لا يترتب على فرض وقوعه محال. ربنا سبحانه وتعالى شرع الحكم ثم بعد ذلك نسخه، ما الذي أدى إلى محال؟ ما هو المحال في هذا؟ هل هناك محال؟ هل جمع بين النقيضين؟ هل جمع بين الضدين؟ لا. هل حصل خلف في كلام الله؟ يعني لم يترتب على ذلك لا محال في نفسه ولا أدى إلى محال. وبدأ يعلل ذلك وقال: أن أحكام الله تعالى إن جرت على الحكمة فالنسخ لا ينافي الحكمة، لأن النسخ إنما يتبع المصالح إن قيل بها، والمصلحة قد تكون في وقت دون وقت، وفي شخص دون شخص، وفي حال دون حال، وفي زمان دون زمان. وإن لم يتبع النسخ الحكم والمصالح فهو فعل من أفعال الله، ولله أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نقرأ بقى الكلام على ضوء ما قدمنا. قال: لأن حكمه تعالى، الضمير عائد إلى الله، لأن حكم الله تعالى أي على وارتفع عن كل نقيصة، إن تبع المصلحة، الفاعل الحكم، يبقى تبع الحكم المصلحة، يعني إيه تبع الحكم المصلحة؟ يعني أنه جاء موافقا لها، جاء محققا لها، جاء من أجل مراعاة المنافع العامة للعباد. فإن جاء الحكم مراعيا للمنافع الدنيوية فهذه المنافع قد تتغير بتغير الأوقات. طب أقول لك حاجة، سأقول لك شيئا بسيطا، أنت هنا في مصر أليس كذلك؟ بلى بلا شك.
ممكن يجي لك برد أو بتسموه أنت حمى، والطبيب يعطيك دواء في مصر لا يصلح لك أن تأخذه في ماليزيا. ليه؟ جسمك احتاج لهذا الدواء في هذا الوقت، وفي مكان آخر لا يحتاج إلى هذا الدواء مع أن العلة واحدة، يحتاج إلى دواء آخر. ده أحيانا الطبيب يعني يعطيك دواء يسير معك فترة في نفس الداء، ثم يأتيك بعد ذلك ذلك الداء يعطيك الطبيب دواء آخر يجد أنه أنفع لبدنك في ذلك الوقت. فالمصالح تتغير بتغير الزمان والأماكن والأشخاص والأحوال. فلا مانع من أن يكون هناك مصلحة في زمان فنزل الحكم عليه، ثم بعد ذلك تغيرت المصلحة فنزل الحكم الآخر الناسخ مخالفا للأول. ما المانع من هذا؟ قالوا لا مانع، ولذلك فالنسخ لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا. لكن بعض الناس في هذا الزمان سلكوا مسلكا أعده في الصناعة العلمية غريبا، وهو أنه أغلق باب النسخ خوفا من أن يقول المستشرقون في كتاب الله كذا وكذا وكذا، وهذا في اعتقادي ليس بمرضي. أننا كلما خفنا من شيء سددنا هذا الباب، نحن ينبغي ألا نكون مفعولين وينبغي أن نكون فاعلين، وهذا ديننا، من رضي به أهلا وسهلا، ومن لم يرضى به فالله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة. طيب، كما تقول المعتزلة، المعتزلة يقولون بأن أحكام الله تعالى تابعة للمصالح، فليس هناك حكم إلا وهو وارد على المصالح، بمعنى أنه مشروع من أجل تحقيق نفع للعباد في الدنيا. فيلزم أن يتغير بتغيرها، يعني أن يتغير الحكم بتغير المصالح التي تتغير بتغير الأوقات والأزمان، لأن نقطع، يعني لأن نجزم ونتيقن من بما نقول بأن المصلحة، والباء هنا لتصوير القطع، يعني قطعنا بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات كما تعلمون ذلك جيدا، كما تتغير بحسب الأشخاص، وضربنا لذلك مثالا بالدواء. وإن لم يتبعها، يعني وإن لم نقل بأن الأحكام تابعة للمصالح، فلله تعالى بحكم الملكية، يعني بحكم أنه مالك لكل العباد، مالك للأكوان وما فيها، فلله بحكم الملكية، ولا يعترض على مالك فيما يتصرف في ملكه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو واقع أيضا، يعني وكذلك النسخ واقع سمعا وعليه شواهد كثيرة. لكن القضية إن هناك من توسع في باب النسخ حتى بلغت عند بعضهم 500 آية من 6000. ايه ده؟ الإمام السيوطي في الإتقان وصل بها إلى 20، وفتح الباب بعد ذلك لمن أراد أن يجد حلا لفض النزاع ولفض التعارض بين الآيات، ثم قال بعد ذلك: ويجوز نسخ الرسم. الرسم هو لفظ القرآن من حيث كونه قرآنا، يعني ينسخ ذلك اللفظ، بمعنى أنه يرفع من المصحف وتمنع كتابته في المصحف، وبمعنى أنه لا يأخذ أحكام القرآن،
فلا يحرم قراءته وأنت جنب، ولا يحرم على المرأة الحائض أن تقرأه وهي حائض، ولا أن يمسه الجنب، ولا أن يقرأ، وهكذا. قال: أي رسم المصحف، بمعنى أنه لا يكتب المنسوخ في المصحف، مش بمعنى أنه لا يكتب، ده لا يجوز أن يكتب لإجماع الصحابة على ذلك، لأنهم رفعوا من الكتاب ما هو من هذا النوع، ولا يتلى مع ما يتلى من القرآن. وكذلك لو قرأته ليس الحرف بعشرة أمثاله، لا تقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: ولا يتلى مع ما يتلى من القرآن. والمنسوخ حينئذ هو وجوب اعتقاد قرآنيته، ووجوب اعتقاد القرآنية ده حكم، يبقى ايه المنسوخ فيه؟ وجوب اعتقاد القرآني. فلو لم تعتقد أنه قرآن ولا أي شيء فيه، ولا أنت كافر، ولا أنت تخرج من المل، ولكن لو لم تعتقد أن قل هو الله أحد من القرآن، مع تفهيمك ومع وجود الشروط خرجت من المل. طيب، قال: وبقاء الحكم، يعني ينسخ الرسم بمعنى أنه يخرج من المصحف ويبقى الحكم إلى ما شاء الله. قال: ينسخ الرسم وبقاء الحكم، وقد وقع، يعني ليس هذا من باب الجواز العقلي فقط، وإنما هو كذلك من باب الوقوع السمعي، بل هو موجود في يعني الشريعة. قال: وقد وقع نحو الشيخ والشيخات، أي المحصن والمحصنة، فارجموهما البتتا بهمزة قطع سماعا، ويجوز وصلها قياسا. والشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني المحصن والمحصنة، فالشيخ والشيخة كناية عن المحصن والمحصنة، فارجموهما يعني بزنا، بما ارتكب من الزنا، البتتة يعني قطعا، يعني رجما قاطعا، نكالا من الله، والله عزيز حكيم. بقيتها هكذا عند بعض العلماء. قال عمر رضي الله عنه: فإنا قد قرأناها، يعني إن قد قرأناها على أنها آية من كتاب الله، رواه الشافعي وغيره. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنة. النبي هو اللي رجم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ الحجارة ورجم بها، وما نسب له ليه؟ قالوا هذا مجاز عقلي، أنه قد نسب إليه الرجم ورجم النبي، يعني أمر بالرجم ونسب إليه الفعل من باب أنه الآمر، إضافة الفعل يا مولانا إلى إيه؟ إلى السبب. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قال: والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة. طيب، قال: ويجوز النسخ، نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم يعني أنه ينقطع الاستمرار باستمرار التكليف به، ويبقى النظم قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته، ويجب اعتقاد قرآنيته.
قال ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهل ذلك وقع أو لا؟ قال وقع، ووقع بكثرة وهو كثير، وضرب لذلك مثلا بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، لا وصية، ويذرون أزواجا وصية، يعني يوصون وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية عند بعض عند العلماء تدل على وجوب أن تجلس المعتدة حولا كاملا لقضاء عدة الوفاة، واستمر هذا، لكن نزل بعده وإن كان يعني متقدما عليه في التلاوة، نزل بعده قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولماذا كان نسخا؟ نسخ لأنه، يبقى لأنه دي إيه؟ علة للنسخ. قال لأنه متأخر في النزول عن الأول، وهنا أراد أن يبين لك ضابط في النسخ. إيه هو ضابط النسخ يا مشايخ؟ هو أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ في الزمان لا في ترتيب المصحف، لأن لو بترتيب المصحف المنسوخ رقم كم من المصحف؟ رقم 240، والناسخ رقم كم؟ 234. يبقى الناسخ في التلاوة متقدم متأخر في الزمان، والمنسوخ متأخر في التلاوة متقدم في الزمان. ده كلام مهم جدا. ويجوز نسخ الرسم والحكم معا لبعض القرآن، انتبه، لأنه لا يجوز لكل القرآن، هكذا قال علماؤنا، اقرأ على مستوى الحرف، لبعض القرآن. ولماذا خصص البعض؟ لأنه لا يجوز أن ينسخ القرآن كله. وقد وقع، يعني وقد وقع ذلك وقوعا متكاثرا، نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل، أي أنزل من القرآن، 10 رضعات معلومات، فنسخنا بخمس معلومات. وفي الحديث فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إيه ده؟ يعني سيدنا رسول الله انتقل إلى ربه وما زالت هذه تقرأ على أنها قرآن، يعني عند من لم يبلغ النسخ كان يقرأ على أنها قرآن لأنه لم يبلغ النسخ، أما من بلغه النسخ فلا يقرأها. طب ما عندك بعد كده بقى فنسخنا بخمس معلومات في القرآن، والخمس معلومات نسخت ايه؟ نسخت رسما وبقيت حكما. شفت بقى حاجة اهي، فائدة، والفائدة عائدة، واخد بالك يا مولانا. وقيل لا يجوز نسخ بعضه، شايف الكلام الدقيق عشان يخرج يا مولانا،
عشان يخرج كله. وقيل لا يجوز نسخ بعضه، يعني لا يصح ولا يجوز أن ينسخ بعض القرآن قياسا على نسخ كله، يعني كما أن نسخ كل القرآن ممتنع، لأن ده كل القرآن في إيه؟ ده في المعجزة، ده في صفات الله، ده في إثبات الوحدانية، ده في أشياء كثيرة جدا لا يصح نسخها. قال لا يجوز نسخ بعضه، أي بعض القرآن، قياسا على كله بجامع القرآنية في كل منهما المجمع عليه. الله، شوف العبارة بقى، اقرأ كده واخد بال حضرتك، ويقول لك المجمع عليه، يعني يعني أن نسخ كل القرآن مجمع على منعه وعلى امتناعه عقلا، لأنه هيؤدي إلى محال، وكذلك شرعا. طب ما احنا ما زلنا اهو بنعمل بأحكامه. وقيل، انتبه لأن الكلام الذي يأتي بعد ذلك كلام يحتاج إلى تيقظ وانتباه. انتبهتم ولا لسه عايزين تنتبهوا شوية؟ احنا عندنا حاجة اسمه دال، وهي مشايخ ومدلول. الدال هناك علاقة لزومية والتزامية بين الدليل والمدلول، لأن ما دام دليل يتصور أن يكون معه مدلوله. ما هو اللازم ده عبارة عن إيه؟ ما إذا تصورت الملزوم تصورت اللازم، بينهما ارتباط في التصور. بمعنى إن المعنى ملزوم لللفظ، المعنى ملزوم لللفظ، يبقى اللفظ ده لازم، والمدلول ده إيه؟ ده ملزوم. فإذا تصورت اللازم وهو اللفظ تلقاء تتصور معه الملزوم، وده بيسموه لازم بالمعنى إيه؟ بالمعنى الأعم. وهذا اللزوم لزوم إيه؟ لزوم عقلي. أول ما أتصور الدليل أتصور معه المدلول، فالدليل لازم والمدلول ملزوم وبينهما ارتباط، ولا يوجد دليل بلا مدلول، ولا يوجد مدلول عار عن دليل. وهذا اسم لازم بالمعنى الايه؟ بالمعنى الاخص، مش الاعم، بالمعنى الاخص، لانه يلزم من تصور اللازم تصور الملزوم، ومن تصور الملزوم تصور اللازم. يبقى ده ما لازم بالمعنى الايه؟ الاخص. لكن اللازم بالمعنى الاعم لا، ده يبقى الملازمه من طرف واحد. اول ما اقول لك دليل تتصور معه فورا ان له مدلول، واذا قلت مدلول تصورت انت الدليل، فلا يوجد دليل لا مدلول له، ولا يوجد مدلول لا بلا دليل. ما يجيش. طب يعني ايه؟ يعني الحكم ده ملزوم لللفظ القرآني، فلو نسخ اللفظ القرآني يبقى حينئذ لا يبقى معه المدلول، لأن ده مرتبط بيه، انتفى انتفى. وإذا نسخ الملزوم لا يبقى اللازم. ده كده يعني، هي معانا كده، هما بيقولوا معانا كده. طب نقرا بقى كده وبعد ما فهمنا القضية والارتباط. قال
وقيل لا يجوز في البعض نسخ الرسم. يعني ايه الرسم يا مشايخ؟ يعني نص القرآن، لفظ القرآن، لا يجوز نسخ رسم القرآن اللي هو اللفظ مع وجود الحكم. ليه؟ لأنه إذا نسخ اللازم ذهب الملزوم والعكس، وإذا نسخ الملزوم نسخ اللازم. ده في ارتباط، رفع إحداهما يلزم منه رفع الآخر، لأن هما مرتبطين كده اهو، حلقة واحدة. أزلت هذه زالت هذه، أزلت هذه زالت هذه. كالتزام القصب بالكوب، فيلزم من فراغ الكوب وضع القصب فيه. قال: وقيل لا يجوز في البعض، أي في بعض القرآن، لأن كلامنا في البعض، نسخ الرسم دون الحكم والعكس، ونسخ الحكم دون الرسم. طيب، من منع هذا؟ بما استدل؟ وإلى أي شيء استند؟ قال: لأن الحكم حكم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخت، نسخت إيه فيها؟ ده أنت نسخت هنا الحكم، مش نسخت اللفظ. طيب، هناك: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنك نسخت الرسم، فنسخ الرسم عن القرآنية، فيلزم منه كذلك أن ينسخ الحكم. نسخنا اللازم وارتفع زال الملزوم. في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هنا نسخنا الحكم وبقي الرسم، نسخنا المدلول وبقي الدليل، وهذا لا يصح عند المانع. ليه؟ لأن نسخ المدلول لا يبقى معه الدليل، لأن ده لازم، ارتفاع الملزوم يؤدي إلى ارتفاع اللازم، ده الحكم ده ملزوم. فهمنا؟ طب الجواب ايه؟ قال له: انا معك في هذه القاعدة ولا اشاكسك فيها، ولكن، وايه ولكن؟ انا لا اسلم انها صادقة على ما نحن فيه. كلامك صح وانا معك فيه، ده قواعد عقلية ذهنية ملهاش دعوة خالص، لا مناقشة ولا مناطحة فيها. أمال إيه؟ قال له: لا، ما هو لما بقي الحكم بقي لا لكونه ملزوما لذلك النص المنسوخ، إنما بقي لأنه قد وجد له دليل يدل عليه غير ذلك النص المنسوخ. دماغ كده. يعني لما بقي وجوب رجم المحصن والمحصنة إذا زنيا
بقاؤه هذا الحكم، بقاء هذا الحكم ليس لكونه مدلولا لقوله والشيخ والشيخة، ولكن لكونه مدلولا للإجماع الدال على وجوب الرجم. أو هذا الحكم مسند إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس مسندا لذلك النص المنسوخ. ولذلك يقولون لم يراع فيه بقاء الدلالة. انت بتقول والشيخ والشيخة إذا زنيا، رفعنا هذا من القرآن، وما زال ده كمان حاجة تانية. كلامه ده يسلم لو إن النسخ بمعنى الإزالة يبقى فيها إعدام، لكن ما فيش إعدام لللفظ، اللفظ موجود لكنه انتقل من دائرة القرآنية إلى دائرة الخبرية. وأنا عندي مدرك آخر وهو أن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة يدل على الحكم، ولكن لا لكونه قرآنا ولكن لكونه خبرا، لأنه إذا ارتفعت عنه قرآنيته ثبتت له خبريته. رفعنا القرآنية بقيت الخبرية. فإذا لم يثبت له حكم القرآن فلا أقل من أن يثبت له حكم الخبر. فلما ثبت الحكم ثبت لا لكونه قرآنا منسوخا ولكن لكونه صار خبرا، فلم يراع فيه أن القرآن حال كونه قرآنا دل على ذلك الحكم، وإنما الذي دل على الحكم هو الخبر. هلوة هلوة جيدة. قال وأجيب بأنه إنما يلزم، اللي هو احنا بنقول فيها ايه، ماذا نقول؟ قال له أنا موافق على استدلالك ولا اعتراض عندي لما ذهبت إليه من أنه إذا زال اللازم زال الملزوم وإذا زال الملزوم لزال اللازم، هذا شيء ثابت. ولكن ما تقوله من أنه إذا انتفى مدلول اللفظ انتفى اللفظ، وإن انتفى اللفظ انتفى المدلول، إذا روعي وصف الدلالة، يعني إذا روعي عند الاستدلال وعند البقاء أن هذا الحكم الباقي إنما هو مدلول لذلك المنسوخ، لكنه مدلول لشيء آخر، إما الإجماع وإما فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وما نحن فيه لم يراعى فيه وصف الدلالة، يعني إن الحكم مستفاد من ذلك النص المنسوخ، فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس لوصف كونه مدلولا، يعني ليس لوصف كون الحكم مدلولا لللفظ. فإن بقاء الحكم، الحكم اللي هو يا مشايخ اللي هو وجوب رجم المحصن والمحصنة، هو باق ولكن ليس لكونه مدلولا لللفظ المنسوخ، وإنما هو مدلول لشيء آخر وهو الإجماع أو فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليس لوصف كونه مدلولا له، وإنما هو مدلول لما دل عليه،
لما دل على بقائه. ايه اللي دل على بقاء الرجم؟ الاجماع. ايه اللي دل عليه؟ ايه حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانتفاء الحكم دون اللفظ. ده الطرف الثاني بقى لو بيقول لك الشيء وعكسه، وانتفاء الحكم مع بقاء اللفظ ليس لكون الحكم مدلول لذلك اللفظ، ليس بوصف كونه أي كون الحكم مدلولا له أي مدلولا للفظ. يبقى ايه احنا بنقول لك؟ وانتفاء الحكم دون اللفظ يعني انتفى الحكم وباقي اللفظ، هذا ليس لكون ذلك الحكم مدلول لذلك اللفظ. لأن دلالة اللفظ على حكمه وعلى معناه وضعية مش عقلية، فإن دلالته يعني فإن دلالة اللفظ على الحكم وضعية لا تزول، باقية لا تزول. نسخت ما نسختش، طب ما هو بعد النسخ يا مشايخ احنا فهمنا ايه من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول، مش اتنسخت؟ لكن فهمت منها حكما ام لا؟ فهمت. امال ايه اللي منسوخ؟ اللي منسوخ استمرار الحكم مش نفس الحكم. فان الناسخ رفع العمل به، يبقى المنسوخ هو العمل، اما الحكم باق. بمعنى ايه باق؟ باق يفهم من الآية، غير أنه جاء الناسخ فرفع العمل بذلك الحكم. لكن يفهم من اللفظ ولا لا؟ يفهم من اللفظ. يبقى لم يزل هذه المفهومية، هذه المعلومية، وإنما الذي زال هو استمرار الحكم. أما المعنى لا، المعنى ما هو بقى وما فهمناه اهو. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فهمتوها ولا لا؟ فهمناه. فهمنا المعنى ولا ما فهمناهوش؟ فهمناه. ليه؟ لان دلاله اللفظ على ذلك المعنى دلاله وضعيه، يعني حصلت بوضع واضع اللغه، يعني هو وضع هذه الجمل في مقابله هذه المعاني، لا علاقه لها لا بالعقل ولا بغيره. وهذه الفائدة دائمة لا تزول. طيب يلا. قال ويجوز النسخ إلى بدن مساو اتفاقا، يعني أنا عندي ناسخ وعندي منسوخ، الناسخ يساوي المنسوخ في الحكم، ده معناه. يبقى يجوز أن ينسخ الحكم إلى حكم آخر مساو له على المكلف، كما في نسخ استقبال بيت المقدس أي في الصلاة. في نسخ استقبال يعني وجوب استقبال يا مشايخ، لأن اللي منسوخ هو وجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة نفلا أو فرضا. باستقبالي أي بوجوب استقبال الكعبة في الصلاة، وده واضح لأن الأول ثبت به. ما هي المشكلة فين بقى؟ الأول ثبت بالشرع والثاني ثبت بالشرع. ويجوز النسخ إلى غير بدل، يعني أن ينسخ الحكم ولا يؤتى مكانه بحكم آخر لا مساويا ولا أثقل ولا أخف،
وضربوا لذلك مثلا بنسخ وجوب تقديم الصدقة على نجوى الرسول. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا، أي وجوبا، بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال بعد ذلك: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فكذا كذا إلى آخره. أولا أوجبها، ثم بعد ذلك رفعها بدون أن يجعل مكانها حكما آخر. وهذا مثال وفيه بحث طويل، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي. ثم قال: ويجوز النسخ إلى ما، أي إلى بدل هو أغلظ، أي أشق من المنسوخ، كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية، وهي مد أو مدان كما قيل، خلافا لكل مسكين عن كل يوم. يعني هي إما مد أو مدان، على خلاف في ذلك، لكل مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. قال: كالتخيير، يبقى نسخ التخيير إلى التعيين. يبقى التخيير ده يا مشايخ ده أهو المنسوخ، والتعيين ده يا مشايخ الناسخ تقريبا، يعني هذا على المجاز. لا شك أن التخيير بين الشيء وغيره أخف على المكلف من أن يعين عليه شيء بعينه. قال: بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. قال الله تعالى: والذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية. على الذين يطيقونه من الطوقان اللي هو القدرة، يعني على الذين يعني يقدرون عليه أن يفدوا، يبقى عليهم فدية، يعني يجب عليهم فدية. وأيضا عندنا كتب عليكم الصيام، يبقى هو خيره بين إيه؟ بين أن يفدي وبين أن يصوم، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر فليصم، دي التي عينت وحتمت على كل قادر أن يصوم، إلى قوله، يعني إلى قوله دي متعلقة بمحذوف تقديره اقرأ، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا شك أن تعيين الصوم أشق من التخيير، لأن إلزام أحد الأمرين بعينه أشق من التأخير بينهما، لأن النفس تحب السعة في الاختيار ولا تحب التحتم، والتحتم أشق عليها من الاختيار. تركب السيارة السوداء للسيارة البيضاء، يعني في سعة، اختار ما شئت، في اختيار، والاختيار دائما يأتي بما يوافق غرض النفس، بخلاف التعيين، اركب دي السيارة السوداء. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وخالف بعض المعتزلة فقال: لا يجوز النسخ إلى بدل، أغلظ، ولا إلى غيره. فكرته ماشية مع إيه؟ مع إنه أحكام الله إنما تكون موافقة للمصالح، ولا مصلحة أن يخفف، أن يغير الحكم من الأخف إلى الأغلظ، أو من الأخف إلى ما لا يعني شيء، ولا إلى غير بدل. قالت المعتزلة: لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر، من سهل إلى عسر اللي هو إيه؟ من أيسر إلى أغلظ. وكذلك ما المصلحة في أن ينسخ الله الحكم ثم بعد ذلك، بعد النسخ،
لا يأتيني بحكم جديد، لا فائدة في هذا عندهم، لأن الأحكام إنما جاءت لرعاية المصالح. ونحن نقول لهم نمشي على يعني مقاصدكم وعلى مصطلحكم، ونقول لا نسلم خلو هذا عن المصلحة، لأن المصلحة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. لأنه لما ينقلك من خفيف إلى غليظ يكون الغرض من ذلك يعني كثرة الثواب، ولما ينقلك من الحكم إلى لا حكم غرض أن يخفف عنك. ويجوز النسخ إلى ما هو أي إلى بدل هو أخف، أي أخف مشقة من المنسوخ، اتفاقا أي بالاتفاق بيننا وبين المعتزلة وبيننا وبين جميع المذاهب الأخرى، فإنها لا تمنع من وجود ذلك، كنسخ وجوب مصابرة العشرة من الكفار في القتال إلى مصابرة اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم عشرون صابرون، فإياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. يعني خفف الله سبحانه وتعالى علينا، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. الآية ده بدايتها بقى عشرون يغلبوا مئتين، يعني يجب على كل واحد أن يصبر وأن يصمد أمام عشر من المقاتلين. لا صعب، صعبة جدا. قال وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، أوجب بعد ذلك أن يقف وأن يصبر وأن يصمد الواحد أمام الاثنين، ولا شك أن هذا تخفيف. قال كنسخ وجوب مصابرة العشرة من الكفار في القتال إلى مصابرة اثنين. قال وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الآية يعني اقرأ الآية إلى آخرها. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على أنواع من النسخ. ويجوز نسخ الكتاب، يعني نسخ حكم الكتاب، والكتاب هو القرآن، بالكتاب أي بالقرآن كما تقدم، أي كما تقدم في قوله يعني آيتي العدة، كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، فقد نسخ فيها قرآن قرآنا. ويجوز أي على الصحيح كما ذكر ذلك بعض العلماء نسخ حكم السنة بالكتاب، يعني يجوز أن تكون السنة منسوخة والكتاب ناسخ لها، كما تقدم في وجوب استقبال، في نسخ وجوب، نسخ استقبال يعني نسخ وجوب استقبال بيت المقدس أي في الصلاة نفلا وفرضا بالسنة الفعلية، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم استقبل بيت المقدس في صلاته في حديث الصحيحين، نسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال ويجوز نسخ السنة بالسنة، يعني يجوز أن تنسخ السنة السنة، والنسخ هنا إنما يرد على الحكم، يعني الأحكام المستفادة من السنة تنسخ بالأحكام المستفادة من السنة، نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني قبل ذلك صدر مني نهي عن زيارة القبور، بمعنى أن زيارة القبور كانت محرمة لكل من الرجال والنساء، ثم قال فزوروها، فهذا منع صدر بعد حظر. قال
وسكت عن التصريح، يعني سكت المصنف رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الإمام الحرمين، وسكت عن التصريح بنسخ الكتاب يعني بنسخ حكم الكتاب، بالسنة يعني أن تأتي السنة ناسخة لحكم الكتاب. وله صورتان يعني لا يخرج عنهما، لأن الكتاب سيكون منسوخا والسنة تكون ناسخة، فالناسخ هنا إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. فإن كان متواترا فالمشهور جوازه، يعني أنه يجوز عقلا أن ينسخ القطعي القطعية. ما الفرق بين قطعي الكتاب وقطعي السنة؟ لا شيء. والمشهور كذلك وقوعه، يعني أنه واقع وحاصل وله أمثلة. والثانية يعني والصورة الثانية أن تكون السنة آحادا، يعني أن تكون السنة الناسخة آحادا، وهذا ما وقع فيه الخلف والاختلاف بين العلماء. والمشهور جواز وقوعه عقلا وعدم وقوعه شرعا، هكذا قال. والمشهور جواز أي جواز وقوعه عقلا، يعني كونه جائز عقلي، لأنه لا يترتب عليه محال أن يكون الآحاد ناسخا للمتواتر. وعدم وقوعه يعني لم نجد بعد الاستقراء نموذجا ومثالا لسنة آحادية نسخت كتابا قطعيا، بل نقل المصنف إمام الحرمين الإجماع عليه. وقيل وقع، كنسخ حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خيرا يعني مالا. يبقى هذا الحديث ناسخ وهذه الآية منسوخة. إن ترك خيرا الوصية مرفوع بي كتب، إن ترك خيرا الوصية، وذكر اللي هو إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يبقى كتب الوصية، ما قالش كتبت مع أنها مؤنسة، ولكن نظرا للفصل هذا أدى إلى أنه ذكر العامل. أو التأويل يعني بأن قال الوصية بمعنى الإيصاء، كتب الإيصاء، أو كتب أن يوصى، وهكذا. لا يعدم نحوي حجة ولا يغلق عليه تأويل. الوصية للوالدين والأقربين. طب ما هي لا وصية لوارث نسخة لقوله إذا حضر أحدكم الموت، ده فرض من أفراد الوقوع فلا يدعى عدمه. ورد لا، قال إحنا نمنع أن يكون هذا الخبر وهو لا وصية لوارث عند النسخ أن يكون أحادا، بل كان متواترا، وإنما صار أحادا عندما نقل إلينا. أما عند الأئمة الكبار الذين قضوا بأن هذا الحديث ناسخ للآيات، لا، ده كان عندهم متواتر.
وأما عندما وصل إلينا فالسقط وقلة العدد وصلت في المراتب التي جاءت بعد النسخ. ولذلك قال ورد بعدم تسليمي عدم تواتر ذلك. وفي هنا يعني مشكلة إنه هو المحقق غفر الله له كان ينبغي عليه إنه هو يضع في المتن عدم تواتر ذلك. هو حاططها في النسخة الجديدة ولا لا؟ كاتب في الجديدة ورد بعدم تسليمي غلط. هو ايه بيقول؟ انا لا اسلم تواتر ذلك ولا انا لا اسلم عدم تواتر الحديث؟ يبقى لازم اقرا بقى تحت في حاشية بيقول ايه فيها. بيقول لك بعدها في ميم وزاي عدم. شفت بقى ان لابد ان يضع كلمة عدم في المتن لانه هو بيقول له ايه؟ هو بيدعي عليه القائل بانه واقع وان السنة الاحادية نسخت الكتاب المتواتر، يدعي بان الحديث احاد. من قال بانه لم يقع قال ايه؟ قال لا اسلم ان الحديث ليس انتبه ليس متواترا. يبقى هو لم يسلم ايه؟ لم يسلم عدم التواتر، مش لم يسلم التواتر. ده التواتر ده هو عين الدعوة. لو بيقول له لا هي متواترة مش أحاد، أنا لا أسلم أنه ليس متواترا بل أدعي أنه كان متواترا. يبقى فهمنا إيه؟ لازم تضع حضرتك عدم في أصل الكتاب. ولذلك قال رد بعدم تسليمي عدم تواتري. هو المشكلة عند المحقق انه اختلط عليه عدم وعدم. عدم ايه؟ مش فاهم حاجة. عدم وعدم ممكن تبقى يعني من الناسخ كده دخلت على حتة تانية وجت من هنا وراحت هنا. شيل شيل شيل. لكن لا، من معنى ده المعنى طالبها، لان ده رد من مين؟ رد من الذين قالوا بأن الآحاد لا ينسخ المتواتر. قالوا طب هتعمل ايه بقى في الحديث؟ ماذا تصنع في الحديث الذي ندعي أنه نسخ الآية؟ قال أنا لا أسلم عدم تواتر الحديث ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ. ما مش انا وانت هنحكم بالنسخ، ده اللي هيحكم بالنسخ المجتهدين الذين تقدم زمنهم. فانا اقول لك هذا الحديث كان عندهم متواتر، ولا يضر بعد ذلك انه وصل الينا بطريق الاحاد، لان المتواتر قد يكون متواترا في الطبقة الاولى والثانية ويأتي في الطبقة الثالثة ويكون احادا، ينقله جمع عن جمع عن جمع، ثم بعد ذلك ينتقل من التواتر إلى الآحاد بأن الطبقة التي تنقله لا ترتقي إلى درجة المتواتر. قال لقربهم، بعلة لمحذوف من الكلام تقديره بل هو متواتر، أو هي يعني ممكن تقول إن ده علة للتواتر عندهم، ان هم كانوا قريبين من زمن النبوة وكانت الطبقات قليلة، ممكن طبقة ولا طبقتين، لقربهم من زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرب مظنة الكثرة المفيدة للتواتر، القرب مظنة الكثرة المفيدة للتواتر. وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يعني ولا يجوز نسخ حكم الكتاب بالسنة بخلاف تخصيصه. ما هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها بقى نسخة أخرى بخلاف هذه النسخة.
هو بيقول لك وسكت عن التصريح بنسخ الكتاب بالسنة. في بعض النسخ إمام الحرمين ذكرها وبعض النسخ لم تذكر. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. الذي قال بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قال بأن السنة جاءت بيانا للكتاب، وما جاء بيانا لا يكون مبطلا، لأن النسخ ده إبطال إزالة، والبيان شرح وتوضيح. فالسنة وظيفتها أن تشرح الكتاب وأن تبينه وأن توضح معانيه، لا أنها تزيل أحكامه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. قال بخلاف تخصيصه بها، تخصيص أهون، بخلاف تخصيص السنة للكتاب، لأن تخصيص الكتاب للسنة ما فيهوش إزالة أحكام، ده في بيان المراد باللفظ العام، بيان الذي أراده الشارع، لأن التخصيص أهون من النسخ، لأن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين، والنسخ رفع وإزالة. قال بعد ذلك ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر كتابا، متواتر بكتاب متواتر، أو سنة متواترة بسنة متواترة، أو كتاب بسنة أو سنة بكتاب، متفقا أو مختلفا. يبقى كتاب بكتاب ده يبقى متفق، سنة بسنة يبقى متفق، كتاب بسنة سنة بكتاب يبقى ده مختلف. ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، أي نسخ حكم الخبر الآحادي بالخبر الآحادي، أما الكتاب فالكتاب مقطوع بثبوته. ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، يعني يجوز نسخ حكم الآحاد بحكم المتواتر، سواء كان المتواتر كتاب أو سنة، فيجوز للمتواتر من الكتاب أن ينسخ السنة الآحادية، ويجوز للسنة المتواترة أن تنسخ السنة الآحادية، ما فيش مشكلة في هذا، لأن القطع أقوى من الظن. السنة الآحادية مفادها الظن، والقطع يكون في المتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، سبق الكلام عليه، وقلنا بأن فيه خلافا، وبعضهم ذهب إلى المنع وهو الأكثر، وبعضهم ذهب إلى جواز أن يكون الآحاد ناسخا للمتواتر، لأن المتواتر مقطوع به، يعني مقطوع بثبوته، وكونه مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآحاد مضمون، مضمون يعني بثبوته، مضمون بأنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحتمال أن يكون الراوي يعني اختلط عليه، نسي، سهى، احتمال أن يكون عقلا، أن يكون كذابا، ولأن المتواتر مقطوع به والآحاد مضمون، ولا يبقى المضمون مع وجود القطع، كظل يعني كضوء الشمس مع وجود الكهرباء، هل يبقى لضوء للكهرباء وجودا مع وجود ضوء الشمس؟ لا. والراجح جوازه، قال والراجح جواز أن يكون الآحاد من السنة ناسخا للمتواتر من السنة. ليه؟ قال له أنت بتقول قطع ومش قطع، ده القطع ده في الثبوت، لكن النسخ وارد على الأحكام، النسخ وارد مش على الثبوت، ده الحكم. ودلالة السنة المتواترة على الحكم دلالة ظنية، كما أن دلالة الناسخ الآحادي على الحكم دلالة ظنية،
فقد تعارض ظنيين من حيث الحكم لا من حيث الثبوت. أنا مش دعوة بالثبوت لأنهما لم يتعارضا في الثبوت، وإنما تعارضا في الحكم. ودلالة الناسخ على الحكم ظنية كما أن دلالة المنسوخ على الحكم ظنية. قال والراجح جوازه لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه أي على الحكم بالمتواتر ظنية، لجواز أن يكون المراد غير ذلك. ممكن يكون الحكم اللي أنا فهمه من المتواتر أو فهمه من الآحاد، ممكن يكون ده حاجة تانية هو اللي أرادها المتكلم ولم يرد هذا، وهذا دليل على الظنية يعني. وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن، أن تكون السنة منسوخة والقرآن ناسخا لا يجوز، لأن هذا فيه قلب للوظيفة السنة عند هذا القائل. وظيفة السنة إيه؟ قال وظيفة السنة أنها تشرح الكتاب، لا أن يكون الكتاب شارحا لها ولا أن يكون الكتاب كذلك يعني مزيل أحكامها. ده أنت عكست، ده السنة جاءت من أجل أن تشرح الكتاب، لا الكتاب جاء من أجل أن ينسخ أحكام السنة. قال وقيل لا يجوز نسخ القرآن بالقرآن والراجح نسخ السنة بالقرآن، وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن والراجح الجواز. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لتبين ديت مع المانع، أما الثاني وأنزلنا إليك الذكرى تبيانا لكل شيء، يعني وصف ربنا سبحانه وتعالى القرآن بأنه يبين ويوضح كل شيء، يوضح السنة يوضح الكتاب، وكلاهما من عند الله، ولا مانع أن يوضح ما كان من عند الله لما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وخرج بما ذكره المصنف القياس، هنا يتكلم على القياس، هل يكون القياس ناسخا أو ليس كذلك؟ يعني هل يكون القياس ناسخ لكتاب، ناسخ لسنة، ناسخ لقياس آخر؟ هذه ثلاث حاجات، أن يكون ناسخا لكتاب، ناسخا لسنة، ناسخا لقياس آخر. والقياس الآخر إما أن يكون قياسا مساويا أو إما أن يكون قياسا أجلا. قال وخرج بما ذكره المصنف القياس، فلا يجوز شرعا، يعني لا يجوز في الشرع النسخ به يعني بالقياس، يعني لا يكون القياس ناسخا لنص، أدي واحد. لماذا؟ لأنه من شرط العمل بالقياس ألا يخالف الأصول، ألا يخالف الكتاب، وألا يخالف السنة. ولذلك قالوا لا قياس مع نص، يعني لا قياس معمول به مع وجود نص يخالفه. نص يعني إيه؟ يعني ما لا يحتمل سوى معناه. طيب، وكذلك لا قياس ينسخ الإجماع، لأن الإجماع يستند إلى دليل، بل بقياس مثله على أرجح المذاهب، بل إنه ينسخ قياسا مماثلا له في الوضوح، يعني العلة تبقى في الاثنين في الأصل والفرع متساوية في الظهور، ده على أرجح المذاهب. وبعضهم منع مطلقا، أن القياس لا يصلح أن يكون ناسخا مطلقا في كل الأحوال. وقول الجمهور يعني جمهور العلماء كالصيرفي والكيا وابن الصباغ وسليم الرازي وأبي منصور البغدادي وابن السمعاني، ونقله أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي
وحكي عن ابن سريج وقال القاضي الحسين إنه الصحيح في المذهب أن القياس لا ينسخ نصا من كتاب أو سنة ولا ينسخ إجماعا بل ينسخ قياسا مماثلا له. الله. قال واختاره القاضي أبو بكر أي القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الفقهاء والأصوليين قال لأن القياس انتبه هذا استدلال على امتناع نسخ القياس للكتاب وللسنة وللإجماع. قال لأن القياس يستعمل عند عدم النص. يعني يعني أن من شرط العمل بالقياس أن لا يخالف النص. هتلاقي في الكتب بقى الأكاديمية يقول لك يخالف الأصول، ومتى ظهر أن القياس خالف الأصول فسد فلا ينسخ النص، يعني فلا يكون القياس ناسخا للنص، ولأنه دليل محتمل، ولأن القياس دليل احتمال، والنسخ إنما يكون بغير محتمل. ده القياس محتمل والناسخ لابد أن يكون يعني واضحا لا احتمال فيه، لأن احتمال أن يبقى القياس غير مراد أو أن العلة غير العلة الثابتة في الأصل والفرع، وهكذا احتمالات كثيرة. وقيل وهذا ما صححه في جمع الجوامع، لا ده لسه، وأيضا فشرط القياس أن لا يخالف الأصول، فإن خالف القياس الأصول فسد لفوات شرط من شروط القياس، يعني فإن خالف شرطا من شروط القياس فسد القياس. قال وقيل يجوز مطلقا بكل دليل يقع به التخصيص، وهذا ما ذهب إليه في جمع الجوامع، حتى يكون القياس ناسخا للقرآن ويكون ناسخا للسنة ويكون ناسخا للسنة المتواترة كالتخصيص، أي قياسا على التخصيص، لأن التخصيص يجوز أن يعني يقع بهذه الأمور، فكذلك النسخ يجوز أن يقع بهذه الأمور، لأن التخصيص والنسخ يشتركان في البيانية، لكن الفرق ظاهر، هناك فرق كبير بين التخصيص والنسخ. النسخ ده إلغاء للدلالة كاملة، وأما التخصيص فليس كذلك. وقيل ينسخ به الآحاد، يعني أن القياس يكون ناسخا للآحاد لا المتواتر، يعني ينسخ به الآحاد لا المتواتر. قال بعضهم وهو هذا الرأي وهذا القيل فاسد أيضا. لماذا؟ قال لأن المعارضة المانع معارض من العمل بالقياس ومانع من العمل بالقياس، لا فرق فيه بين المتواتر والآحاد، لم يفرق ذلك المانع بين أن يكون متواترا وأن يكون أحادا، وقال بأنه إذا كان هناك نص متواتر أو كان هناك نص أحاد وخالف القياس فلا يجوز العمل بالقياس مع وجود نص يخالفه سواء كان متواترا أو كان أحادا، وأراد أن يفرق بين نسخه للآحاد وبين نسخه للمتواتر، وكأنه أراد أن يقول يجوز للقياس أن يكون ناسخا للآحاد ولا يجوز له أن يكون ناسخا للمتواتر. جميل جميل. وده مذهب حكاه الزركشي في البحر،
عن بعضهم. من قال بهذا المذهب بعضهم عارضه وناقشه وقال، قال بعضهم وهو فاسد. ايه هو اللي فاسد؟ ان تفرق بين ان يكون القياس ناسخا للآحاد ولا يكون ناسخ للمتواتر. لماذا؟ قال لأن المعارض، ما هو شرط القياس ألا يعارض بمانع، والمانع موجود وهو النص، ولم يفرق بين أن يكون ذلك المانع وهو النص متواترا أو آحاد، على خلاف ما قلت أنت. أنت قلت بأن القياس إنما ينسخ الأحاد ولا ينسخ المتواتر، وجعلت هناك فرق في المانع بين المتواتر وبين الأحاد، وهم لم يفرقوا في هذا. المدرسة العلمية لم تفرق في المانع بين أن يكون أحادا وبين أن يكون متواترا، بل قالت أن القياس لا يعمل به ولا يستعمل مع وجود النص، سواء كان ذلك النص متواترا أو كان ذلك النص أحادا. ينسخ به يعني بالقياس، ينسخ أو ينسخ بالقياس الآحاد لا المتواتر. قال بعضهم وهذا فاسد، اللي هو المذهب الذي يفرق بين أن يكون القياس ناسخا للآحاد فيجوز وأن يكون ناسخا للمتواتر فلا يجوز. قال هذا فاسد، لأن شرط العمل بالقياس عدم وجود معارض من نص أو غيره، والمعارض هنا موجود، ولم يفرقوا في المعارض بين كونه متواترا وبين كونه آحادا. ونقف عند هذا.